هاي شنو يا ستار؟ هاي ابني له ولد. هاي شنو يا ابو الصوف؟ ذوق انا اصدقائي. سلام عليكم، هلا اي شباب تزعلي وفيديو جديد، فيديو يوم يا ربع على جماعه التيك توك. يا ربع من وعدكم انه باكر انزل لكم فيديو، لازم انزل لكم فيديو. اليوم جايب مجموعه من مقاطع التيك توك ومقاطع على الانستغرام وزعاط التيك توك وجماعه التيك توك. فقبل ان نبلش هذا الفيديو يا ربع، فجر المقطع لايكات، خلينا نوصل المقطع هذا في 10000 لايك، نستطيع. الفيديو ده يجيب هواي مشاهدات، بس ليش ما تدوس لايك؟ اروح بدول ايدك دوس لايك. تبوع علي انت اكو جو زر مال لايك، دوس عليه حيطلع لك هيك شلون الفعاليات. واذا انت اول مره تشوفني انزل اشترك بالقناه، خلينا نوصل لل 100000. تمام، ما اطول عليكم بالفيديو، خلينا نبلش. هاي شهدنا يا ستار بالبدايه، كانت في فوق بالكابشن كل الحركات اتهمتها الا حركه الاصابع. خلينا نشوف والله حركه الاصابع الطرقعه. لحظه، هي سوت شيء؟ اعتقد سوت شيء يعني من نزعت النظاره. غمزت الكاميرا. حركة الكوريين تسوي القلب هذا والكوريين اللي البارح سوت الكيمياء بالبث. حجي يعني جماعتك بالفتحة السابعة ويعني واصلت لها، يعني زين، يعني هذا التحديث اللي عندها تحديث 16 مدري 17 مع الايفون، يعني واصل لها، يعني جميل جدا. بس انه هذا القلب يعني غيري، هذا القلب يعني احنا الشباب مو عمرك 70 سنه ما ادري 60 سنه تجيني تسوي هاي الاغلاط. يعني حجي شويه حاول انه تمشي ويا باقي الحجات والعجائز مال التيك توك. يا عيوز التيك توك، هاي شنو يا ستار؟ هاي ابني له ولد. بس اوكي، عيف الكثافه مال الشعر، البنات ما يحفن بمحرم وصفر. يعني مو شغله حف او مو حف، بس هاي كارثه. شوار بعدها، هاي اذا شد نفسها تطلع عليها لحيه القران. هاي شوارب وفرحانه بيهن، شنو النفس؟ شنو هاي؟ اكو واحد يفتخر انه عنده شعر؟ بس اوكي، هو الرجال تطلع له يعني شوارب ولحيه، يعني طبيعي من رب العالمين. بس مال البنيه تطلع له هي الشغلات، يعني الا عندها فت خربطه بالهرمونات وهي سوالف. بس هي مفتخره تقول لك انا عندي. اعوذ بالله، شو ايش يصير بالعالم؟ ايش يصير بالكوكب؟ شنو يعني اي لاف يو؟ عشان هاي لايفات يعني تيك توك باختصار. اسالني مره عني. هذول قاعد هاي يلبسها، اعتقد هي يلبسها لبس اللبس بس غير فلتر. تتقلد على هذول اللي جماعه الحب والشيات وهاي السوالف. والله اختصرتها صدق. بده يقصفون بيكم جماعة البثوث. طبعا سبحانك ربي اللي يفتحون بثوث مباشر وجماعة الحبوشات القديمين دول اللي متحمقين بالسوشيال ميديا، يعني الاب الروحي للسوالف الحبوشيات صايرين. ايش فيك عمو؟ والله صارت قديمة، يعني تجيب مشاهدات، تروح تجيب لك بنية وتسوي لك وياها قصة حب غرامية وافتح بثوث تضحك على ذول الجاي مراهقين. شوفوا قاعد نحب احنا على التيك توك، شوفوا اطلع السوالف، يعني حتى العالم قبل ما تنتقدهم بطلوا. فعاش تبي صعبة الفيديو. والله ما مطيح على الصور، تطيح على هذا يمكن عاشر فيديو اصوره. يا بيز عاطيت تيك توك يقوم يشدي شدته الغريبه ولا نفع بي، انتظرني اليوم يقولون هن عمي هو. لله فوق اخوي، اكفي اخوي، ما جيش اخوي ابن صغير، يعني انا اذا متزوج ابن بقدك بالله الكريم. طبعا هاي البنيه يعني بالسلسله ما زعطت تيك توك طلعتها وهسه طلعتها، بس يعني اخذت فتره قالت انه انا بعد خلاص بعد ما راح انزل اعتزلت اسفه وقاعد انزل هي شغلات، يعني مو عمري، يعني هاي الشغلات يعني انا مش تبع عمرها. والله مش تلعب دعبة فوق السطح، يعني هسه اوكي بالعمر هذا ما تجي تقول والله انا عندي عادي كيفي انا حسابه ودي انزل بيه. بس اكو ناس متابعيك صغار يعني بعمرك، هسه اكو بنات متاكد يعني بعمرها دي يتابعوها، اطفال دي يتابعوها. فهذا الطفل اللي يتاثر بالشيء اللي دي يشوفه قدامه، بنيه صغيره تخليها عمرك تروح تشوفها على الانترنت، تخليها عمرك شكو شي تسوي، ترقص بالتيك توك تشاهد هذيك هم راح ترقص بالتيك توك، ايش تسوي؟ يعني كوبي بيست. عندنا الاطفال يعني بالعراق يعني ما شاء الله تعرفون شو يشوفون يتعلمون. عندها بعد نقطه ثانيه. تفضل.
اهي عسى قلت لكم انه هي بترقص راح يتعلموا. هاي سبحانك رب يا طلع مقطع ترقص بي يا الربع اللي متابعيني يتفعلون هاشتاج الاهل وين. بس الاهل وين اي بس كلمة هاشتاج الاهل وين هاتكم يتفعلون هذا الهاشتاج اريده يعني يضرب ترند بالعراق. طبعا هواي ناس من التيك توكري وهي ينزل انتقاد بس ماكو مجرد انه انا انزل الفيديو يا اخوي احنا نريد نصيحة انا ما ادري انزل فيديو انتقاد اريد الشخص اللي قاعد اطلع انا مو شغلة انه استهزئ من عنده لا انا اريد يعني يعدل محتوى يغير من الشيء اللي قاعد ينزل سهل ابني قبل فترة قالت انا اسفه ما ادري شنو بعد ما راح انزل لا رجعت مرة ثانية شافت انه الاهل ما كبوا زين ففعلوا هاشتاج الاهل وين عن ذول جماعة التيك توك الزعاطيط. هاي شنو هاي ابو الصوف ذوق انا اصدقائي ابو الصوف انا يبتن ان انت قد هيجي هوني يعني حتى يقشي هلا غريب شو صارت اغنية عراقية طبعا هي اي مال قال الام بلأمه ودي اروح اطلع مدري شون وقالت له لا يجيك الثعلب ابو الصوف يعني انا جماعة الانتقاد ننتقد بالناس اللي تصور على هيجي اغاني ما اعرف شونها تصور عليها تي انا صوتي ليفت انا صوتي سبحت وعيتي سبحنا كل عيد نقول ما نسمع مني بعد علي فوق على الصابونة الخاطر محمد اشتردي ثاني شي اسمه اوتافيت اسمه اوتفيت ثاني شي يقولي ملابس طبعا هذا يولد بالقرآن الكريم كل ما اشوف فيديو اليه يعني اقول خلا طالع على اسوي عليه ردة فعل يا رب هذا يضحك الولد بالقرآن يعني شايل قلب طيب بس شنا اوتافيت وثاني شي انتي مش تقولين وليدي وداعت وليدي تتموع بالضبط استخفيتي ودان شي لا تسمعين ايش علينا بيجي نجي نلايف لك نجي نلزم لك الصابونه نلزم لك الحمام بالقران لو انت عندك كرامه يعني تخافين على سمعتك وهاي الشغلات بعد ما تنزل اي فيديو لان هذا يعني سكر ملفك انطاك من الاخير انه شنو بعد ما اسمه كارثه والله العظيم يعني ينزل شيء بدي اتك العراق هاي اسمع صوتي شي لعبون نفس هاي متنا جهال من ناخذ منه ابونا الف وربع دينار ونروح نطلع بالعيد نشتري هاي الشغلات سوالف مسدس ابو الربع لو تشتري لك هيك شغلات هذا شايفين هذا الاتاري ابو الالف دينار فكارثه يا ربع شوفون الى اين التيك توك العراقي ما حد يعرف زعاطيط التيك توك يعني هسه انا هذول اذا اطلعهم دق دق زعاطيط لا هذول الكبار هسه هاي اللي تسبح ما ادري ايش يسوي هذول لازم نسميهم زعاطيط التيك توك ما اعرف يا ربع تشوفون طبعا هذه المقاطع جني على الانستغرام اذا حابين تدزون مثل شي مقاطع تدزون على الانستغرام مالتي راح اخلي لكم اياها باليوزر يوزر على الانستغرام تابعوني بس يا ربع مثل ما شفتوا هذا الفيديو اتمنى يكون هذا الفيديو عجبكم واستمتعتوا به كان اخوكم علي دوس لايك واشتركوا بالقناه اشوفكم الفيديو الجاي مع السلامه